المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، نستهلها بالعناوين. الحكومة تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل قوة مشتركة لتنفيذ الإجراءات. وزارة الري تعلن عن توالي انخفاض في مناسيب النيل في معظم الأحباس. ولاية نهر النيل تعلن جاهزيتها لامتحانات الشهادة السودانية رغما عن ظروف الفيضانات. مرحبا بكم إلى التفاصيل. أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن الحكومة قررت خوض المعركة ضد المتاجرين بقوط الشعب والمخربين للاقتصاد السوداني. وأكد في منبر وكالة السودان للأنباء أمس أن ما حدث في الأيام الماضية من تصاعد كبير في أسعار العملات الاقتصادية وأثر في معايش الشعب لم يكن غائبا عن متابعة الحكومة، والتي ظلت تتابع الأمر وتجمع المعلومات للتعامل معها. وقال إن المشاكل التي ظهرت في الأيام الماضية لم يكن مردها اقتصاديا، رغما عن إقراره بالمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، وإنما هي تحركات ممن تضرروا وتضررت مصالحهم الاقتصادية بقيام الثورة. وقال إن تصاعد الدولار والتخريب الممنهج حرب معلنة وتخريب معتمد، وهو معركة سياسية ممتدة يستخدم فيها الاقتصاد في الحرب ضد الثورة السودانية. الذي تسبب في انخفاض كبير في سعر الجنيه السوداني لا يمكن أبدا أن يكون مرجعيته أو مرده إلى أسباب اقتصادية. هذا جزء من معركة طويلة جدا، الذين تضرروا من قيام الثورة ولا يريدون لها أن تنجح وأن تستمر، الذين تضررت مصالحهم من عملية التغيير ويريدوا أن يرجعوا العجلة إلى الوراء، يريدوا أن يستمروا في التكسب من معاناة وآلام الشعب السوداني. أستطيع أن نقول ببساطة شديدة جدا إنه ما كان يحدث خلال الأيام الماضية هو حرب معلنة ضد الثورة وضد حكومة الثورة وضد اقتصاد السودان وضد معايش المواطن السوداني. هذه حرب معلنة وليست خفية. ما يحدث هو عبارة عن تخريب متعمد لا يمكن أبدا أن تجد أسبابه الكاملة في الاقتصاد أو في حركة الاقتصاد أو تجد لها أسبابا اقتصادية. هذه معركة سياسية طويلة ممتدة، يستخدم الاقتصاد كجزء من الآليات، من آليات الحرب وآليات المعركة. وكشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد علي عن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية لتنفيذ الإجراءات بجانب تفعيل محاكم الطوارئ. أكدت الوزيرة أن ما يحدث للدولار من ارتفاع غير ناتج عن تغييرات اقتصادية، مؤكدة على أن المالية على أن هناك قوانين رادعة لحماية الاقتصاد. ونحن نؤكد الآن أن ما يحدث من ارتفاع كبير وسريع للدولار في السوق الموازي لم يكن بسبب أي تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد السوداني، بما يتماشى مع هذا الارتفاع غير المبرر في سعر الصرف والغير معهود، بل أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات متتالية لحل الأزمة جذريا، منها الخاص بتجارة الذهب والصادر وتقليل التهريب ووضع رصيد احتياطي من العملات الأجنبية عبر المحفظة. رغما عن ذلك تصاعد الدولار تصاعدا جنونيا في السوق الموازي، وظللنا نتابع مع الأخوة في كل الأجهزة الأمنية التي أشارت جميع تقاريرها بأنها عملية تخريب ممنهج تستخدم فيها العملة المزيفة، المضاربات في الذهب والشراء بأعلى سعر ممكن والإحجام عن البيع، بما في ذلك شراء الذهب أعلى من سعر البورصة العالمية وبكميات كبيرة. واليوم بناء على المعلومات الأمنية نعلن عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية وتكوين القوات المشتركة لحماية الاقتصاد السوداني، والمكونة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وهيئة الجمارك. من جانبه أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري جملة من التعديلات القانونية في إطار الإصلاحات القانونية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات. وقال وزير العدل إن وزارته اتخذت إجراءات حول قانون النقد الأجنبي وهو في مرحلة الإجازة. قامت الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات
فيما يتعلق بقانون الجمارك، قامت الحكومة بتعديل قانون الجمارك لسنة 1986 بتغليظ عقوبة التهريب من شهر واحد، أي من شهر واحد إلى 10 سنوات، كما تم إلغاء مادة التسويات واستعيد عنها بمادة تجوز للنائب العام القيام من تلقاء نفسه أو بناء على توصية من المدير وقبل صدور الحكم النهائي في أي دعوة بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة بما في ذلك الرسوم الجمركية المقررة. وفيما يتعلق بالقانون الجنائي، وأكد مدير عام الشرطة الفريق والعز الدين الشيخ وجود خطة محكمة تشارك فيها كل القوات النظامية من شرطة وجيش ودعم سريع وأمن ومخابرات لحماية الاقتصاد، وشدد على أن كل هذه القوات تعمل بصورة متناغمة لإنفاذ هذه الخطة، وحذر بأن القوات النظامية لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد وبمقدرات هذا الوطن. نحن ما نحب نأكد كما تفضل السادة الوزراء وتحدثوا بأننا يعني وضعنا خطة محكمة متكاملة تشارك فيها كل القوات بكل أطيافها، الإخوة في القوات المسلحة، الشرطة، الدعم السريع، الأمن والمخابرات، كل هذه القوات تعمل متناغمة لإنفاذ هذه الخطة، وسنسير في هذه الخطة حتى آخر الشوط، وسنضرب بقوة كل من تسوي له نفسه المساس باقتصاد البلاد. ونحن بدأنا في هذه الخطة في تنفيذ عملي يعني منذ فترة، وهنالك ضبطيات كبيرة جدا. من جانبه أكد قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو أن المنظومة الأمنية ستنفذ بقوة الإجراءات التي تم إعلانها لحماية الاقتصاد الوطني دعما للثورة والمواطن. وقطع دقلو بأن القوات ستقوم بتنفيذ الإجراءات والقوانين بدقة، ولن تسمح للمخربين والمتلاعبين بقوت الشعب، ولن تجامل المضاربين كذلك في العملة. نحن كقوات نظامية ومع الأجهزة التنفيذية كلنا شغالين على قلب رجل واحد، ولكن قدامنا في الأيام الماضية حصل التضخم أو المتلاعبين بالعملة وتجارة الذهب، طلعوا تم ارتفاع أسعار الدولار وانعكس على الشعب السوداني أو المواطن في قوة المواطن. نحن إن شاء الله مع القوانين اللي ظهرت وطلعت في الأيام الماضية بإذن الله كل إنسان يحاول يتلاعب بقوة الشعب لا نسمح له إن شاء الله، ولا نجامل أي إنسان هو يعني يضارب بالعملة أو يضارب بأي حاجة بتمس الشعب بإذن الله سبحانه وتعالى. أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية توالي انخفاض النيل في معظم الأحباس، حيث بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.72 سنتيمترا بانخفاض 13 سنتيمترا عن الأمس وارتفاع 47 سنتيمترا عن العام الماضي، فيما بلغ منسوب نهر عطبر اليوم 14.60 سنتيمترا بانخفاض 26 سنتيمترا عن الأمس وارتفاع حوالي 20 سنتيمترا عن العام الماضي. ونبهت لجنة الفيضانات من أن محطة شندي سجلت اليوم أعلى منسوب بلغ 18.44 مترا، والذي تفوق أعلى قمة مسجلة 18.7 متر ب 37 سنتيمترا، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية حتى يوم غد لتوالي الانخفاض في الأيام التالية. كما نوهت إلى أن مناسيب النيل الأبيض من الجبلين وحتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها. وأكدت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم استقرار وارد محطة الديم عند الحدود السودانية الإثيوبية ليوم غد السبت ليكون في حدود 625 مليون متر مكعب، بجانب استقرار وارد العذبراوي في حدود 230 مليون متر مكعب.
هذا وقد دعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر. دشنت مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم حملة التراحم والتي تنظمها الوكالة التوعية العون الطبي والإغاثي لدعم المتضررين من السيول والفيضانات بولاية الخرطوم، وتم توزيع سلال غذائية ومواد إيواء والجوالات الفارغة لعدد 500 أسرة. هذا وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الوكالة التوعية للعون الطبي والإغاثي حسن حبيب الله أن حملة تأتي في إطار مشروع دعم 1,000,000 أسرة من المتضررين بولايات السودان المختلفة بدعم عدد من الخيرين داخل وخارج السودان، مشيرا إلى أن الحملات القادمة يشمل الدعم الدوائي وإعادة تشييد المنازل والمدارس والمرافق الصحية وتوفير طرمبات شفط المياه. أناشد أصحاب رؤوس الأموال، أناشد الخيرين في بقاع الأرض جميعا أن يقفوا مع شعب السودان في هذا الظرف الحرج. حقيقة كل ما يقال عن الكوارث الحقيقية التي حصلت الآن للناس من ذهاب قرى بالكامل وتدمير قرى بالكامل، شردت آلاف قد يصلوا إلى ملايين الناس، لابد من أن ينهض الناس جميعا في مواساتهم والوقوف إلى جانبهم، لابد من أن يحرص الناس على تقديم الخير والعون والدعم لهؤلاء الذين الآن تشردوا بالكامل فأصبحوا لا مأوى ولا طعام ولا شراب إلى غير ذلك. من جانبه أشاد مفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم مصطفى آدم بدعم الوكالة للمتضررين، وجدد دعوته إلى كافة المنظمات الوطنية والخيرين ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني بالإسراع في مد يد العون وتقديم العون العاجل للمتضررين من السيول والفيضانات بولاية الخرطوم. رسالتنا أيضا للإخوة المتضررين في كل مناطق الولاية أنه نحن معكم أرضا على جنب إلى جنب ومعكم في هذه المأساة حتى تزول إن شاء الله بإذن الله ويعود كل الناس المتضررين إلى حياتهم الطبيعية وعافيتهم بإذن الله تعالى. أنا شاكر لكم هذا الوجود، هذا الوجود في هذا اليوم، إن شاء الله يكون يوم خير وبركة على هؤلاء المتضررين وتفيدهم هذه الإعانات. وبالتأكيد يعني كما علمت أن هذه هي المرحلة الأولى وهنالك مراحل كثيرة حتتحرك على مستوى الولاية. أيضا عندنا تدخلات الآن برضه متحركة في مناطق أخرى من الولاية صباح هذا اليوم، وحنستمر هذه التدخلات من كل الوكالات ومن كل المنظمات وكل الجمعيات الوطنية والدولية. التقى السفير السوداني بالقاهرة محمد الياس بعدد من رجال الأعمال السودانيين بمنزله بالمعادي مساء أمس للنظر في مساعدة المتضررين في السودان جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد وسببت خسائر كبيرة وشردت الآلاف. وقد أبدى رجال الأعمال والجالية ومنظمات المجتمع المدني وشركات الطيران السودانية استعدادهم للمساهمة في هذه الكوارث، ووعد السفيرة بدعم مادي وعيني عاجل خلال الأسبوع القادم واللقاء بالسفير مرة أخرى. بين دعوة الكريمة للحضور كرئيس رجال أعمال بجمهورية مصر العربية، وطبعا تناقشنا في مواضيع يعني تلم بين الجالية لبلدنا السودان للوضع المأساوي اللي عايشة فيه بلدنا، وطبعا تناقشنا بكل الأمور وكل النقاط الحية لإرسال المواد الغذائية والمواد العلاجية والعلاجية. دعوة السيد السفير لنا بنحن كرجال أعمال لدعم أهلنا في السودان، وإن شاء الله نقدم كل ما نملك من قالي ونفيس، وكذلك عندنا كتيب لأنه متخصصين في إدارة الأزمات وإدارة الفيضانات، حيقدم كمان لسعادة السفير مع الدعم المادي بإذن الله، وربنا يحمي السودان وأهله. تمحور الحديث حول كيفية مساعدة أهلنا في السودان من المتأثرين بالسيول والفيضانات التي أصابت البلاد مؤخرا، وقد تمخض اللقاء والذي كان مثمرا للغاية عن عدد من التبرعات والتي سوف تتوالى تباعا. أعلنت مبادرة روح الاعتصام عن تسييرها لقوافل دعم للمتأثرين جراء الفيضانات بمناطق السودان المختلفة وجلبها للاحتياجات الضرورية بالتعاون مع الداعمين والخيرين من أبناء الوطن داخل السودان وخارجه. وقالت للشروق أمين عام المبادرة نهال كمال عبد الله أحمد إن المبادرة ومن خلال أهداف
كافة الشباب الذين نصروا الثورة يهبوا جميعا لنصرة المستغيثين والعمل كجماعات لرسم ملحمة الاعتصام، مضيفة أن الأيام الماضية شهدت تسيير قافلة إلى منطقة أمدوم في شرق النيل بالخرطوم وفي طوكر بولاية البحر الأحمر، واليوم تم تسيير قافلة إلى منطقة الصالحة بأمدرمان، وأن الأيام القادمة ستشهد المزيد من تلاحم الشباب مع المتأثرين. أكدت ولاية نهر النيل عن جاهزيتها لامتحانات الشهادة السودانية رغم ظروف الفيضان وتداعيات الخريف. وقال رئيس دائرة التربية والتعليم بالولاية عبد العزيز مصطفى بن نصيرة إنهم اتخذوا التدابير الكفيلة بتهيئة البيئة الملائمة بمراكز الامتحانات، مشيرا إلى تأثر ودمار بعض المدارس الثانوية بمحليتي المتمة والدامر جراء فيضان النيل، لكنه قطع بتدارك ذلك بتجميع الطلاب الممتحنين بالمدارس المتأثرة في مراكز أخرى مجهزة ومزودة بخدمات السكن والإعاشة والترحيل، قاطعا بأن ترتيباتهم ستمكن الولاية من عبور ظروف الامتحانات بسلام رغم التحديات الماثلة. الولاية مستعدة بالرغم الحنات في بعض المحليات، عندنا مشكلة ومشاكل في بعض المدارس في محلية المتمة ومحلية الدامر، لكن الأمر مقدور عليه وإن شاء الله هنوفر المراكز الملائمة للطلاب وحنوفر لهم سكن، لأنه في صعوبة في أن الطلاب يترحلوا من وإلى منازلهم، عشان كده في عندنا زي 4 مدارس في المتمة حيتم توفير سكن لهم ومدرستين في الدامر. واتصلنا بلح مدير الامتحانات على مستوى السودان ولغة الوكيلة وأمنوا على أنه ممكن يوفر لهم الإعاشة والسكن. إلى ذلك أشار رئيس دائرة التربية والتعليم بنهر النيل عبد العزيز أبو نصيرة إلى دمار وانهيار الكثير من مدارس الأساس بسبب تداعيات الخريف، مشيرا إلى أنها لا زالت قيد الحصر والتقييم لتضمينها تقرير يعين السلطات الولائية والاتحادية من البت بشأن بداية العام الدراسي وفقا للتاريخ المعلن أو تأجيله. تعهد والي جنوب دارفور موسى مهدي بتجاوز التحديات والصعاب الكبيرة بالولاية بصبر الرجال. أشار الوالي لدى مخاطبته المصلين بمسجد السوق موقف الجرين اليوم بنيالة لأنه سيقوم بعمل كبير خلال الأسابيع المقبلة لاستذباب الأمن لينعكس أمن وطمأنينة على إنسان الولاية، فضلا عن إجراءات لتخفيف غلاء المعيشة ببيع السلع الاستهلاكية الاستراتيجية بأسعار مخفضة بجانب حل مشكلة الدقيق، لافتا إلى أنهم يسعون للمحافظة على الموسم الزراعي منوها إلى وجود قوات مشتركة لحماية الموسم الزراعي. هذا السودان متواصل وفيه بعض الفاصل. محافظ بنك السودان المركزي يؤكد أن القرارات الصادرة من البنك هدفها ضمان وجود السلع الاستراتيجية. مرحبا بكم إلى أخبارنا العالمية. قال الأردن إن سلسلة انفجارات قوية هزت مدينة الزرقاء في ساعة مبكرة يوم الجمعة نتيجة تماس كهربائي في مستودع للجيش
يحوي غذائف مورتر غير مستعملة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة لوسائل الإعلام إنه لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار الذي وقع بمنطقة غير مأهولة، وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة تخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات. والمنطقة التي شهدت الانفجار بها عشرات القواعد العسكرية تقع إلى الشرق من الزرقاء بالقرب من العاصمة عمان، وأغلقت قوات الأمن الزرقاء وهي مدينة صناعية واسعة ومنعت السيارات من دخولها والخروج منها. وقال سكان في أجزاء من المدينة إن نوافذ منازلهم تهشمت ولم يتمكنوا من رؤية ألسنة لهب ضخمة. أخمد رجال الإطفاء وطائرات هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني ليوم الجمعة آخر ألسنة اللهب من حريق هائل اندلع في مرفأ بيروت أمس شب في مخازن بالمرفأ. وقال الرئيس اللبناني ميشيل عون ليوم الجمعة إن عدة أطنان من مادة شديدة الانفجار عثر عليها في مرفأ بيروت بعد أسابيع قليلة من إلقاء اللوم على المادة الكيميائية نفسها في انفجار هائل هناك ظلت مخزنة لمدة 15 يوما. وقال الجيش في الثاني من الشهر الحالي إنه اكتشف 4350 كيلوغراما من مادة نترات الأمونيوم مخزنة بالقرب من المرفأ، وكذلك نترات الأمونيوم وهي مادة شديدة الانفجار كانت سببا في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وأودى بحياة نحو 190 شخصا. انتقدت تركيا بيانا أصدرته دول حوض البحر المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، وقالت إن تصريحاتها متحيزة ومنفصلة عن الواقع، لكنها أضافت أنها لا تزال منفتحة بشأن محادثات غير مشروطة مع اليونان. وتصاعد الخلاف بين تركيا واليونان عضوي حلف شمال الأطلسي بسبب مطالبهما المتداخلة والمتعلقة بالجرف القاري وحقوق التنقيب عن موارد طاقة محتملة في البحر المتوسط. واحتدم الخلاف في الشهر الماضي بعدما أرسلت تركيا سفينة المسح أوريتش ورئيس إلى المنطقة لرسم خريطة التنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب بها اليونان وقبرص وتركيا. قال مسؤولون أفغان إن فريقا يمثل الحكومة توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة قبل الموعد المقرر لبدء مفاوضات سلام طال انتظارها مع حركة طالبان غدا السبت. رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمحادثات السلام التاريخية بينما كان هو نفسه في الطريق إلى الدوحة من أجل مراسم افتتاح المحادثات. وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع حركة طالبان والحكومة الأفغانية نحو المفاوضات والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الولايات المتحدة للانسحاب أخيرا من أطول حرب لها ومنح ترامب نجاحا مهما في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن الاتهامات الألمانية بشأن السياسي المعارض إليكسي نافنالي لا أساس لها. تقول ألمانيا إن نافالني الذي يعالج بمستشفى في برلين تعرض للتسميم في سيبيريا بغاز أعصاب نادر وهو ما تنفيه موسكو. من ناحية أخرى قال الكرملين يوم الجمعة إن موسكو تواصل تحقيقاتها الخاصة فيما حدث لنافالني. وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا قد ترسل طلبات أخرى إلى ألمانيا للحصول على معلومات إضافية. قالت الصين والهند إنهما اتفقتا على تهدئة التوتر على حدودهما المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا واتخاذ خطوات لاستعادة السلام والهدوء في المنطقة، وذلك بعد اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في موسكو. وقالت الدولتان في بيان مشترك إن عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي اجتمع مع وزير الخارجية الهندي جاشناكر في موسكو يوم الخميس وتوصل إلى توافق من 5 نقاط من ضمنها أن الوضع الحدودي الحالي ليس في مصلحتهما وأن قوات الجانبين يجب أن تفض الاشتباك بسرعة وتهدئ من التوتر. وتم التوصل إلى
اتفاق على هامش اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وجاء بعد اشتباك دار هذا الأسبوع في المنطقة الحدودية بغرب الهيمالايا. قالت السلطات إن أوامر صدرت بإجلاء نحو نصف مليون شخص في ولاية أوريجون الأمريكية نتيجة عشرات حرائق الغابات الضخمة التي تؤججها الرياح، والتي اجتاحت ولاية الساحل الغربي للولايات المتحدة اليوم الجمعة ودمرت مئات المنازل، كما أودت بحياة 16 على الأقل خلال الأيام الماضية. وذكرت الشرطة أن 11 شخصا لقوا حتفهم في الحرائق في ولاية كاليفورنيا، بينما لقي 4 حتفهم في أوريجون منذ يوم الاثنين، ولقي طفل يبلغ من العمر عاما واحدا حتفه في ولاية واشنطن. وقال مكتب إدارة الأزمات في أوريجون إن عدد من صدرت الأوامر بإجلاء في الولاية وحدها قفز إلى نحو 500,000، يمثلون نحو الثمن إجمالي عدد السكان، بينما تعرضت ضواحي مدينة بورتلاند لتهديد أكبر لحريق في الولاية. وفي أخبارنا الاقتصادية، أكد محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين إن الغرض من كل القرارات الصادرة من البنك هو ضمان وجود السلع الاستراتيجية الأساسية في وقتها وحماية المواطن. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس في أعقاب تداعيات انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، حيث أوضح محافظ بنك السودان أن المنشور الأخير للبنك الذي يحدد استخدام عوائد الصادر صدر بناء على قرار من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، كما أن قوائم السلع المستوردة جرى تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة. بحث والي ولاية النيل الأبيض إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق السبل الكفيلة لتذليل العقبات التي تواجه عمليات صادر الثروة الحيوانية بالولاية، إلى جانب وضع خطط للارتقاء بالعملية الانتاجية بالقطاعين الزراعي والحيواني من خلال إنشاء محاجر حديثة لمتطلبات الصادر والمنافسة في السوق العالمي للماشية. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده مع لجنة تقصي الحقائق حول إرجاع صادر الثروة الحيوانية برئاسة سهام عثمان وكيل وزارة العدل الاتحادية مساء أمس بأمانة الحكومة بربك. في أخبارنا الرياضية، أدى الهلال تدريبا جديدا اليوم الجمعة بقيادة المدرب الفاتح النجر والطاقم المعاون بملعبه بالجوهرة الزرقاء، ويتأهب الهلال للاستعداد بشكل أفضل لمبارياته في الدور الممتاز المقرر انطلاقته في 16 من سبتمبر. ومنح المدرب اللاعبين راحة عن التدريبات مساء اليوم على أن يعود الفريق غدا السبت. ختام هذه الجولة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحكومة تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية وتشكيل قوة مشتركة لتنفيذ الإجراءات. وزارة الري تعلن عن توالي انخفاض مناسيب النيل في معظم الأحباس. ولاية نهر النيل تعلن عن جاهزيتها لامتحانات شهادة السودانية رغم ظروف الفيضان. ختام هذه النشرة تحياتي والفريق العامل حتى جديد اللقاء، في أمان الله.